الأجنبية في التوصيات نتاعنا يكون كاين توصية بإنشاء هيئة لدراسة لتقييم وإعادة دراسة لي زيتو تكنيكو ايكونوميك اللي يحطوهم المستثمرين قبل المنح نتاعهم من المزايا، لأنه هو راه ياخذ بعين الاعتبار المزايا. شفنا حنايا مشاريع في قطاع الفندقة ولا مشروع وين قلع ب 70 80 مليار سنتيم، وين على 3 سنوات 4 سنوات مازال ما كملاش ويوصل حتى 3 فوا لو مونطون اللي كان دايره في ليتود تكنيكو ايكونوميك. حنا ماذا بينا تكون هيئه مرافقه لهيئه نتاع الهيئه اللوندي اللي تحولت الى لاي بي، وين تكون هي اللي تمد لابريسياسيون تاعها على ليتود تكنيكو ايكونوميك باش نيفيتيو المشاكل اللي راهم يطيحوا فيهم المستثمرين، ولا راهم يتقلوا كاهل العداله ولا المحكمه الاداريه بالنزاعات، وين راه عندنا نزاعات كثيره اللي ضمنت العقار الصناعي، وين ما يقدرش المستثمر لا يخلص للواي تاوعه ويطيح في مشكل وين يبغوا ينزعوا له العقار، ولا يحبس في وسط المشروع ويولي اون ديفايونس بارابور لدفتر الشروط اللي راه ممضي عليه باش يدار المشروع تاعه. يعني كاع حد المشاكل اللي وصلوا لهم المشاريع راهم جاونا من استدير لي زيتود تكنيكو ايكونوميك اللي كانوا ما نقولوش خاطئين، ولا ما خداوش بعين الاعتبار التغيرات اللي كاينه واش يقدر يزيد من قيمه مضافه على المشروع ولا يكون ناقص على المشروع. والسلام عليكم.